Welcome everybody to my channel today a new lesson for the Red Five and our lesson today is about water as a valuable natural resource. Okay let's do Firstly, <applause> uses and the importance of water. From the many uses and importance of water, water makes up nearly two thirds of the human body. The water is made up of about ten parts. The water is made up of about ten The water is زي بعض. Water keeps the body temperature of living organisms moderate. يعني اللي بيخلي درجة حرارة جسمك منتظمة معتدلة. إن من أنت حرارتنا 37 بسبب الماء بريسمك It's used in generating electricity ممكن بقى استعملها في توليد الكهرباء زي أسوان هاي دام زي السد بتاع أسوان وممكن في أجريكالشور في الزراعة بارو النباتات بتاع عشان تكبر ايه مصادر المياه العذبة خدناها كذا مرة بقى ريفر على رين على ليت على بوند وهكذا عندي ريفر رين دي اللي الى النهارده اللي ديت التلج ده قلنا محسوب علينا مياه عذبه جرام ووتر مياه الجوفيه بوند كل الكلام ده ايه مياه عذبه طب وصلت ووتر اشهر اتنين اتش سي ووشن وموست ليت هاز فريش ووتر اند سم كنتين سولت ووتر الليت تمشي هنا وهنا المعظم بيبقى فريش وشويه منهم بيبقى سولت ووتر الكلام ده ايه اللي خدناه قبل كده الجديد بقى بتاع النهاردة بقى ترشيد استهلاك المياه نرشد استهلاك المياه ازاي بني ادم عمل ايه عشان يرشد الاستهلاك وانت عملت ايه فمثلا قالك يعني من ضمن النصايح ممكن انت تقول اكتر منها ما تتعيش بدول يعني drink more juice instead of water يعني تشرب عصير اكتر ما تشرب ميه هو جسمك محتاج سوايد آه ممكن ايه برتقان جوافة بتاع بتوع السيروم يبقى ايه كده انت ايه اخدت كمية من المية سوائل داخل جسمك مش لازم مية ايه لوحدها آه برضه طريقة تانية بيقول لها تيتين ويت شاور يعني إيه ما تقعدش تنام في ايه انت بتاخد شاور كده خف نفسك مش لازم تملى البانيو مش لازم تقعد تغني خف نفسك بسرعه تالت طريقة مثلا أو تالت نصيحة ترن أوف ذا واتر تاب during washing your hair or brushing your يعني أي حنا فيها مفتوحة أقفلها بتغسل سنانك مش لازم الماية تبقى شغالة وأنت بتغسل سنانك أو بتدعس سنانك الماية تبقى مقفولة washing your هير لما تغسل راسك برضو بتعمل بالشامبو بتاع برضو إيه مش لازم الماية تبقى مفتوحة لما تخلص خالي بقى وتيجي تشطف تفتح الماية. قال لي منشد ميه حنفيه بايظه بتاع تصلحها دي نصايح عامه كده ايه لكونسيرفين فريش ووتر هنتكلم برضه على ووتر بادلز مع شويه حتت فيها كده خدنا اول واحده ليت البحيرات نوع الميه قلنا ممكن يبقى فريش ممكن يبقى سولت الاكترية فريش طيب. الليد دي بتبقى مكانها ايه عالي ولا واطي ولا فين دايما بتبقى لو لايند areas يعني مناطق منخفضه البحيره دي مفيش بحيره فوق جبل دايما البحيره دي ايه الحتت ايه المنخفضه في الارض ولا اتس لارج بادي اوف ووتر باي لاند ده اللي خدناه في اول درسنا ات فورمز وين ووتر كوليكت ان لو لايند areas. بتتكون لما الميه تتجمع في المناطق المنخفضه ادي بحيرات متجمعه بقى من مياه عذبه هتبقى عذبه اللي هي من سولت ووتر تبقى سولت ووتر ويتلاند أرض مبللة ايه الأرض المبللة دي؟ يعني حتة أرض ايه واتجمعت فيها المية بس ايه على صغير بقى ممكن تبقى فيها حتة أرض وفي حتة مية تبقى ايه حتة وحتة زي الحوش كده بتاع المدرسة كده لو في الحوش رملة ممكن بعد شدة تلاقي في حتة فيها مية وحتة عالية بتاع هتعمل ايه بوند تعمل ويت لاند فالويت لاند ممكن تبقى فريش او تبقى سولت حسب برضو مصدر المياه اللي جايه لمين مياه ميه شتاء تبقى فريش ووت مياه بقى جايه من المحيط بتاعه وتسربت ولا حاجه الارض بتبقى مالحه بتاع تبقى سولت ووت اللوكيشن تبقى فيها لاند بارشلي كفرد ويز ووتر هي اصلا كانت حته ارض وجات المياه غطيتها مياه شتاء او بتاع يبقى ايه ارض واتغطت بالميه اللي كانت ميه وحواليها الارض من كل النواحي لكن دي ارض وعليها ميه غطيتها شويه مثال بقى زيها كده ويتلاند ممكن سوامب مستنقعات بوند بركه المياه دي تعتبر برضو من امثله الويتلاند استري المصب بتاع النهر ده ما قلنا كده ايه ميه النهر كده ماشيه هنا وتيجي اخرها تيجي على بحر محيط ده المصب بتاع النهر يبقى المياه بتاعته الاتنين بقى فريش ووتر اللي هي من الريفر وسولت ووتر فروم سي اور اوشن يبقى ايه خليط من الاتنين لوكيشن مكانه فين وير ريفر ميت سي اور اوشن المكان اللي فيه النهر بيقابل البحر او المحيط وذي ار هوم فور ثاوزند اوف بلانتس اند انيمالز المصاد ده بقى فيه كائنات كتير حيوانات ونباتات يعني دي مياه عذبه وهيقابل ما مياه مالحه يعني في تانات من هنا وتانات من هنا ريمن ووتر المياه الجوفيه يعني ايه شايف الطوبه دي ادي مياه طالعه منها مشقوقه غير الارض والمياه طالعه منها ادي مياه جوفيه طب بتبقى طعمها ايه فريش المياه الجوفيه دي في الغالب ميه شتاء واتسربت من الارض ونزلت تحت تطلع بقى مع نفسها ابار وعيون انت تحفر طيب تعمل لك وتطلع المياه دي فهي اغلبيتها فريش Location ان تراتس اند سبيسز اوف اندر جراوند روتس بتبقى في الفراغات كده ايه اللي بين الصخور تحت الارض ملحوظة معناها there is more amount of ground water on earth than the water in rivers and lakes يعني بيقول لك كمية المياه الجوفية أكبر من كمية الأنهار والبحيرات اللي على سطح الأرض الدنيا كل لمادة بتشتي واللي والمياه بتتسرب تحت فالمياه متخزنة تحت أكتر من المياه اللي فوق ده إيه رأي العلماء يعني أوشن اللي هو المحيط المحيط ده ميته إيه سولت ووتر أما كانوا فين المحيط سرعون ذا كونتيننت بيحيط على القارة أو القارات بقى قارات العالم اللي حواليها ده ايه الاوشن all the ocean are connected to each other كل المحيطات مرتبطه ببعضها المحيط الاطلنطي المحيط الهندي كل المحيطات مرتبطه ببعض The ocean floor has mountain plains بلاتو يعني دايما اللي بيطل على المحيط الغالب بتبقى جبال ممكن سهول ممكن هضاب يعني في غالبية حاجات عاليه وممكن سهول اللي يطل على محيط اخر واحد عندي ريفر النهر النهر ده اللي بيجي من جبل ده ميته ايه كان ميت شتا يبقى دي فريش ووتر مكانه فين جاي من فوق جبل ونازل قلنا ميت شتا خبطت في الصخر عملت له ويزرينج فتتته واتنقلت فنقلت المياه دي ونزلت تحت الجبل تمام دول الووتر بادز هاو دلتا ار احنا في مصر عندنا دلتا دلتا النيل طب اتكونت ازاي الدلتا دي شوف ده كده احنا عندنا في مصر الدلتا بتاعه النيل اتكونت ازاي اللي بتعلم عليه دا الدلتا اللي متعلم عليه ده الدلتا ده ايه الميه كده وهي ماشيه بتجري في الحاجات معاه طوب بقى الزلط بتاع اللي فتدتهم من فوق الجبل بتنقله هتلاقي الميه كده ايه وهي ماشيه قبل ما توصل لا ايه غامقه كده من الطينه اللي هي فيها تفضل تدورها لحد فين لحد ما تقابل حته ايه ارض فيها ناشفه تقوم ترسب اللي هي ايه نقلته اللي اترسب ده هو حته الارض اللي هتبلج. حته الارض اللي هتبان طب والباقي إيه الميه معديه من حواليه مجهول ده اللي ايه متعلم عليه ده الارض الصلبه طب والباقي إيه ده الميه اللي مشيت هنا بقى يبقى في الحتت دي اللي هتلاقي الصلبه دي ايه في حتة أرض والترسبات اللي جاية من النهر خبطت فيها وترسبت هناك فعملت لك أرض لاند تمشي عليها الحتة بقى المياه ما قابلتش حاجة توقفها توقف التراب اللي كان معاها فالأي المية بتكمل معاها فإيه يعمل لك المية ويعمل لك الأرض فدي كده إيه الدلتا نقول الكلام بقى تاني River in the mountain as a stream الريفر تلاقي ايه جاي من فوق الجبل كأنه ايه زي ستريم كده جدول قلنا الجدول بيبقى ايه نهر صغير جاي من فوق الجبل مثلا بتاع نهر صغير لحد ما يتجمع مع بعضه يعمل لك النهر الكبير لفاست ووتر ايرود دي فالي المياه بقى اللي ايه اللي جايه بسرعه دي بتحفر بتاكل في ايه في الوادي تحت الجبل فاست ووتر بيتس اب بتشيل الرواسب معاها river ends on meeting sea or a large river النهر بقى ينتهي امتى لما يقابل بحر يقابل محيط يقابل نهر تاني أكبر water slows down and deposits sediments forming delta النهر بقى لما يبتدي ميته تبطى تبتدي الرواسب اللي كانت معادي تبتدي تهدأ وتقعد قابلت بقى صخرة كبيرة بتاع الرواسب دي تهدأ وتقعد تتجمع مع بعضها وتعملك أرض جديدة الحتت اللي ما فيهاش بقى اللي الميه عرفت تعدي منها يبقى المياه هتمشي عادي والحتت اللي ايه اتجمعت فيها السيدمنت دي الرواسب تعمل الارض فتبلد الدلتا تعرفها تريانجلر شيبد اريا اوف مد اند other سيدمنتس منطقه في شكل مثلث كده عباره عن طينه ورواسب that forms وين ا ريفر ميت ا سي اور ا لارج ريفر بتتكون لما النهر يقابل بحر أو يقابل نهر أكبر منه ده دي كده عندنا ده الريفر نايل والجزء بقى الأخضر ده اللي هو إيه الدلتا بقى اللي اتعملت ايه فيها تمام More than ten percent of the world animal species live only in fresh water habitat. أكثر من عشرة في المية من الكائنات اللي على سطح الأرض بتعيش في fresh water. هتلاقي السمك بقى ايه بانواعه البولتي بقى والاسماك اللي ايه في الميه العذبه دي فريش ووتر بس كيرسيتي اند كواليتي الهدف بقى من درسنا احنا عرفنا كده ايه المسطحات المائيه وازاي الدلتا اتكونت وازاي نحافظ على الميه كايه استخدام شخص لينا طب سكيرسيتي ندرة الميه وكواليتي جوده الميه نبتدي كدة بالسؤال تينا نفتر كدة Poor quality of fresh water has dangerous effect on living organisms ليه لو المياه جودتها مش حلوة يعني المياه ايه مش صالحة للشرب قوي لو المياه مش جودتها حلوة الكواليتي بتاعتها ان انت تقدر تشربها يعني فلو هي فريش بس ايه بور كواليتي ليه دي حاجة خطر يعني بتقصع كانت ازاي يعني واحد لو انا اشرب مية ملوثة يعني اه مش هتشربها تشربها اه ملوثه ملوثه يعني هتتعبك ما يعني ينفعش تشربها يبقى بتقول بور كواليتي اوف فريش ووتر ليد تو ديس ممكن تموتك دي التسمم بتاعه تموت منها ممكن تؤدي للاكستنشن اوف some species بعد الكائنات تنقرض السام فيش اند amphibian ده ما خدته السنه اللي فاتت كده ايه الضفادع لو منطقه النهر بتاعتها بتبقى ملوثه مش هتعرف تتنفس هتتنفس هواء ملوث والميه تخش لها ملوث وممكن تنقرض يبقى انت انت هتعالج الميه وتشرب ميه نقيه لكن الكائنات دي تعمل ايه عندها حد ينقلها الميه مفيش هتضطر تموت او تنقرض خالص عشان كده بيقولك ذا رايت بالانس اوف يوزنج فريش ووتر لو ما عملناش يعني توازن في استخدامنا للميه العذبه ووتر امبالانس هابن هيحصل عدم توازن في الميه ممكن يؤدي لدراوت جفاف فلود فيضان والكلام ده امباكت هيأثر على الكائنات سواء ميه قليله دراوت او ميه كتير فلود هيومن Strategies تو كنترول اند Conserve فريش ووتر طب, طب البني ادم عمل ايه عشان يحافظ على الميه ويتحكم فيها غير الاستخدامات الشخصيه اللي قلناها من شويه اللي هي تقفل الحنفيه ومتقعدش كتير في الشاور لكن هنا بقى ايه حاجات ايه البني ادم صنعها زي الهاي دام او دامز السدود بيلدينج دامز ات روس ريفر عملنا الايه السد على ضفاف النهر والنهر معدي كده عملنا سد السد. السد ده بيعمل ايه بيحبس المياه يحبس الميه, المية ورا النهر ومن الايه السرعه بتاعته بتاعه المياه بتولد كهربا طب واحد يقول لي دي حاجات حلوه طلع كهربا طيب. بص بقى في نمبر تو diverting or changing the path of water to irrigate crops يعني عملنا تغيير في اتجاه المية عشان نروي محاصيل يعني المية كانت ماشية في طريق معين انت حبستها هنا وعايز تزع في حتة تانية بعيد المية مش وصلها. حفرت لها في الأرض كده عشان المياة تروح طب ده كده حاجة حلوة ولا وحشة؟ ممكن human activity بقى حكاية السدود وحكاية ان انت غيرت مجرى النهر ده يؤدي الى imbalance of water ممكن ال imbalance ده عدم التوازن يؤدي الى دراوت drought in some places and إن flooding in some other places ممكن حتت تؤدي فيها للجفاف ما المياه كانت بتروح لها وانت شايف ان المياه هناك ملهاش لازمة ومتنقلها في حتة تانية يبقى ايه المكان اللي انت نقلت منه المياه حصل له جفاف ممكن تيجي الميه جامده فتعمل فلود تعمل فيضان زي ما عندنا مثلا في مصر في اسوان كده كل سنه تلاقي ايه في كرة كده بتغرق من الميه ميه شتاء جامد ميه نهر بتاع بتغرق منها ووتر شد ووتر شد ايه ووتر شد ده بص على الرسمه كده بيقول لك ايه دي منطقه اريا اوف لاند surface water drain down to a single point لو أخدت بالك كده في مياه جاية من كل ناحية ومتجمعة في نقطة ممكن إيه النقطة دي تبقى stream تبقى lake تبقى ocean فالتجمعات دي دي اللي بسميها water shed an area of land where water from different sources flow towards a common location منطقة من الأرض المياه فيها بتتجمع من مصادر مختلفة وتتجمع في نقطة معينة. نقول دي تبقى اوشن سي او لارج ووتر بادي اي جسم فيه ميه بقى اي مسطح مائي يبقى ايه ووتر شيد ووتر شيد منطقه من الارض بتتجمع فيها الميه من كذا ناحيه كله بيتجمع في النقطه دي يبقى دي ووتر شيد ماشي طب ايه اللي يحصل لو في مور رين فول ماتر كتير او تو ليتل لين او مطر قليل في المطر كتير ذا ليفل اوف ان ريفرز اور ستريمز ويل انكريز لو المايه نزلت كتير يبقى كمية المايه هتبقى كتيرة او بعدين ما تبقى كتيرة ايه المشكلة مشكلتها انها ممكن تعمل لك فلود تعمل فيضان تغرق المناطق دي طب لو مايه قليلة ليفل اوف ان ريفرز اور يعني لو الدنيا قليل نهر النيل ده هتبقى المايه قليله الماية اللي توصل لمصر تبقى أطول ليش حاجة نشربها فيحصل دراوت يحصل جفاف فولا الكتير حلو ولا القليل حلو Recycle Waste Water إعادة تدوير مياه الصرف الصحي It means removing harmful materials from water إن أنا إيه أشيل الفضلات أو أشيل الحاجات الإيه المضرة اللي في المياه ويست water الأول the water that has already been used in homes and different industries. يعني ما اللي انت استعملتها في البيت او استعملوها المصانع في الصناعة مثلا دي تعتبر ايه ويست ووتر ماء مفقودة ماء استعملناها زي سكند هاند ماء اللي استعملناها قبل كده فالمفروض ما كده على طول وخلاص لا ممكن نعمل لها ايه ريسايكل ده ايه في عادة تدوير للمية سايتل اوف ووتر في برضو ريسايتل ويست ووتر إعادة تدوير مياه الصرف الصحي ازاي بقى؟ أولا لو أنا عايز أعمل مثلا فلتر للووتر بفلتر المية اللي داخلة بيتنا تعملها فلتر ازاي؟ بستعمل ساند شاركول كوتون حتة فحمة وشوية رملة وحتة قطن مثلا فأنا جايب كده إيه قطن وفويها تشاركول الفحمة وعليها شوية سند ولو درت بقى كبيت عليها ديرتي ووتر المياه اللي الوحشة دي مياه ملوثة بتاع لما أجي أعملها كده إيه اللي ينزل ده كده إزالة وكأنه قطع إيه الحتة اللي فوق الإزالة دي ومركبها فيها تاني بالمشالوب وحطيت فيها القطن الأول وبعد كده الشاركول الفحمة وبعد كده السند. على الميه المفروض اللي نزل هنا فلترد ووتر ميه متنقيه ما بقتش ملوثه قوي يعني بقيت ايه? ميه احسن نقاء. لفلترد ووتر moves داون ات ذا أو اوف ذا ميه المتنقيه دي تنزل في الاناء تحت ده كده لو انا بعملها كده ما عنديش فلتر في البيت وايه او عايز اشوف الفلتر بيعمل ايه بعمل التجربه دي في حالة الكلام ده لحد هنا كده يبقى ايه خلصنا الجزء الاولاني نرجع كدة علي الوتر بادج للمسطحات المائية آه نراجع كده نحافظ علي المياه الانسان عمل ايه وايه تأثيره الوتر شد الترباتيري نراجع الكلام ده وان شاء الله نلقاكم في درس اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته